الله ولا يكلمهم ولا ينظر ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أحسن الله في جيد قبل بعدين وإلا من هذه وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وأيأمركم بالكفر بعد إذ بعد إذ أنتم مسلمون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك. حاصي فضل وسويلهم لفريقا وإن رفصوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين
عايزين نشم بعض عايزين نتفضل ومن أهل الكتاب نعم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون جزاك الله خيرا تفضل سيدي ومن أهل الكتاب من أن تأمنهم بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائلا ذلك بأنهم إلا ما دمت عليه قائما أيوة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا من الأميين ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكم أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك. شكون حافظ؟ شكون مزيان؟ أقل حافظ من الأول؟ من أحمد لا أنا حافظ من الأول. كلها من الأول؟ هاي شكون حافظ لنا الصلاة هاي؟ سيدي تفضل هاي كمل المسج كمل اللايف. وين منهم لفريقا؟ إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاص لهم في لا خلاص لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله إلى يوم لا يكلمهم الله خليهم عشر صفحون في خليهم عشر سوا ولا يكلمهم الله نعم ولا يكلمهم الله إلى يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلى يوم نحي لا ولا ينظر إليهم يوم القيامة جيد شكون يكمل اللي بعد وين اشكون مازال ما قراش وحافظ ولا قريته تقرا هاي ها وقريت مزيان انت قريت ولاي كمل تفضل وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بارك الله فيك قولك العافية مغامر مش تغير الحصص مش تولي ثلاث والخميس معاك فهمنا ثلاث والخميس في الأسبوع اللي مش نعمل في الصباح يعني الحصة القادمة هي نهار الثلاث الجاي أو كثيرين أخوان كثيرين الثلاث الجاي نقسمه 8 على